بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ احنا ان شاء الله النهارده المحاضره الاولى لينا في كورس الكمبيوتر نتوركس 1. انا اسمي ايمن بهاء، انا استاذ الشبكات وامن المعلومات وعميد الكليه. اول مره يمكن ادرس لكم في الام اي يو، ومدارس الحكوش قبل كده في السنوات الاولانيه، لكن هنبتدي النهارده ان شاء الله مع بعض الكورس اللطيف دوت. ان شاء الله نتعلم فيه حاجات كتير هنستفيد بيها ان شاء الله. الكورس زي ما انتم عارفين هو كورس من جزئين، نتوركس 1 ونتوركس 2. ان شاء الله السنه الجايه بقى في رابعه هنتكلم في النتوركس 2، لكن احنا النهارده ان شاء الله هنبتدي بقى بالانترودكشن واللي هنشتغل فيه. الكورس في الترم ده بيركز على الكونسبتس بتاعت النتوركس والسوفت وير موديل بتاع النتورك، وازاي نقدر نكتب نتورك ابلكيشنز باشكال مختلفه وبمودلز مختلفة وبلغات برمجة مختلفة، وهنبتدي ناخد يعني أفكار أكثر عمقا في إزاي الديتا بتتنقل على الناتورك بشكل أو بآخر. إحنا هنشتغل بالتكست بوك اللي قدام حضراتكم دوت، ده التكست بوك الأساسي اللي هنشتغل بيه بإذن الله، اللي اسمه Computer Networking Top Down Approach، الطبعة السابعة بتاعت كروس وراس. وان شاء الله باذن الله يعني هنستخدمه as a very comprehensive textbook الحقيقه، ومفيد جدا وهنشتغل بيه بشكل كبير جدا جدا جدا. وهنبتدي بالجزء الاولاني اللي هو الانترودكشن. طيب قالوا نعرف احنا ايه الهدف من الجزء ده. الهدف من الجزء ده ان احنا يبقى عندنا الفيل والترمينولوجي بتاعت النتوركس، يعني المفروض بنهايه الشابتر ده بعد ما نخلص الجزء بتاع الانترودكشن لما نسمع الترمز المختلفه اللي بنتكلم فيها على النتورك، زي مثلا كلمه هوست، زي كلمه ايدج، زي كلمه كونكشن، زي كلمه اكسس، زي كلمه باكيت، زي كلمه سويتش، الحاجات دي كلها لما نسمعها نبقى فاهمين هي ايه هي. فعايزين يعني نبقى ايه فاميليار بالنتوركينج ترمينولوجيز المختلفه. الانترودكشن احنا هنعدي على كل الترمينولوجيز وكل الانواع بتاعه الكمبيوتر نتوركس باشكالها المختلفه، لكن طبعا كل نقطه هنتكلم عنها في الانترودكشن هناخدها بعد كده بتفصيل اكثر، يعني تفصيلا وعمقا في بقيه الكورس ان شاء الله دوت والكورس اللي جاي باذن الله. ودايما هنستخدم الانترنت as an example، يعني احنا واحنا دايما بنتكلم على اي حاجه دايما هنتكلم على الانترنت كانها الاكزامبل بتاعنا، لان الميزه طبعا في الانترنت ان احنا كلنا شايفينها وكلنا عارفين الانترنت فيها ايه والتفاصيل بتاعتها. طيب عشان نقدر نعمل الكلام دوت احنا هنعمل ايه؟ احنا هنبص على الكونتنتس دي، هنعرف يعني ايه الاول انترنت، الاكزامبل اللي احنا نستخدمه بشكل مكثف ده هنعرفه يعني ايه انترنت، وبعدين هنعرف يعني ايه بروتوكول، كلمه كتير قوي هنسمعها بعد كده، فهنعرف يعني ايه بروتوكول وقصدنا بيه ايه في الكونتكست بتاعت الكمبيوتر نتوركس. هنتكلم بعد كده بقى على بعض التفاصيل، يعني ايه نتورك ايدج، يعني ايه نتورك هوست، يعني ايه اكسس نتورك، يعني ايه فيزيكال ميديا، هنعرف الكلام دوت. نتكلم على النتورك كور، فهنعرف يعني ايه باكيت سويتشنج ويعني ايه سيركت سويتشنج، والستراكشر بتاع الانترنت ده شكله عامل ازاي. هنتكلم ازاي بنقيس البرفورمانس بتاع النتورك، ف اللي احنا كلنا دايما بنتكلم عنه اللي هي بيقول لك سرعه النت شكلها عامل ازاي، ده اللي دايما بنسميه الثرو بوت، وهنشوف بقى اللي بيأثر على هذا الكلام من اللوسز والديليز. وهنعرف ليه السكيورتي مرتبطه بالنتورك بشكل كبير، واخيرا هنتكلم عن حاجه اسمها البروتوكول لايرز والسيرفيس مودلز وبعض الهيستوري بتاع تطور هذا العلم، علم الكمبيوتر نتوركس، وايه مسته وايه الحاجه اللي احنا هنعرفها عنه. وتعالوا الاول نبتدي بالسؤال دوت اللي هو What is the internet؟ دي اول حاجه خلينا، لان احنا قلنا دايما هنستخدم الانترنت as an example، فاحنا عايزين نعرف هي ايه الانترنت دي؟ ايه هي الانترنت؟ وخليني كده اسال السؤال ده واشوف كده حد عنده اجابه، يعني اللي عنده اجابه للانترنت يانميوت الميكروفون بتاعه ويجاوبني على السؤال ده. ايه هي الانترنت؟
a worldwide network connecting all sorts of computers and servers. Worldwide network connecting different computers and servers. ماشي. تعريف معقول. ها. ايه تاني؟ حد عنده تعريف تاني؟ ها شباب. ممكن نقول يعني ان هو بيشير مجموعة من الداتا ما بين الناس يعني او الديفايسز اللي موجودة عليه. شير الداتا ما بين الناس. كويس. حد يقول لي حاجة تاني؟ دكتور معلش. هو في حد بيحاول يدخل ومش عارف ندى. لا انا عملت لها ادميت من شوية. هي ماشي اوكي. حد عنده تعريف تاني للانترنت؟ طيب الحقيقة دكتور مثلا انا اخذت عليها داتا كتير. حاجة عليها داتا كتير. ان في سيرفرات كبيرة فيها فممكن اخد منهم مثلا خدمة ان انا اخزن عندهم داتا. وانا مثلا شركة صغيرة حاجة زي كده بدل ما اشتري انا السيرفرات هم عندهم سيرفرات بتاعتهم. اوكي. ماشي. يعني اوكي. طيب. الحقيقة كل دي تعريفات لما يطلق عليه الانترنت وخلونا نشوف التعريف اللي كان. ايه الانترنت؟ الحقيقة الانترنت ليها اكثر من تعريف يعني. التعريفات اللي حضراتكم قلتوها يمكن تعريفات من وجهة نظر اليوزر من وجهة نظر البني آدم الطبيعي. اي حد هيشوف الانترنت هيقول شبكة بنتكلم عليها بنشير عليها ديتا بنتجمع عليها بنكوميونيكيت and so on. لكن الحقيقة لو حبينا نتكلم على التكنيكال ديفينيشن بتاع الانترنت فالحقيقة احنا ممكن نشوف الانترنت بأكتر من شكل. او يعني لما نيجي نديفاين الانترنت او نجاوب على السؤال ده what is the internet, الإجابة هتختلف على حسب انت بتبص للانترنت من انهي فيو. لو انا راجل بتاع داتوركس وشخص متخصص غالبا هتكلم على الانترنت بالمكونات بتاعتها. انا اقدر اقول ان الديفينيشن ده ان الانترنت is billions of connected computing devices. يمكن ده التعريف الشوية تكنيكال يعني. الانترنت is huge billions. احنا بنتكلم في مليارات. as we speak النهاردة احنا ممكن بنتكلم على حوالي 20 مليار device connected على الانترنت تقريبا النهاردة. يعني أرقام قد تكون مش دقيقة قوي لكن هي عبارة عن billions okay, of connected يعني متصلين ببعض computing devices. هي كلمة computing devices دي مهمة قوي لأن هنا احنا مش بنتكلم على الكمبيوترز, احنا بنتكلم على computing devices. طيب خليني أسأل سؤال, هو يعني ايه computing device؟ حد يعرف يعني ايه computing device؟ devices بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت بيحلوا حاجات مثلا. لا ده مش تعريف مظبوط. احنا بنتكلم يعني ايه computing device. اي device فيه CPU. حلو ده التعريف صح. اي device فيه CPU اسمه computing device. computing يعني capable of doing computation. computation اللي هي الكالكوليشنز المختلفه اللي بتتم على حاجه اسمها central processing unit. أي device في CPU is a computing device. حلو جدا. زي إيه؟ يعني إيه الإجزامبلز على الكمبيوتينج ديفايسز؟ سمارت فونز مثلا, الموبايلز. سمارت فونز, الموبايلز. إيه تاني؟ كمبيوتر, اللابتوبس. اللابتوبس, تابلتس. إيه تاني؟ ما هي دي الكمبيوتينج ديفايسز الطبيعية. إيه تاني؟ أي حاجة بتاخد input بتكالكليت وبتطلع output زي الكالكليتر مثلا؟ يعني مش قوي يعني لكن اوكي. كومبيوتينج ديفايس يعني فيها سي بي يو والكالكوليتر يعني فيري سبيسيفيك. لكن ايه تاني؟ سيرفرز وانفرنس. طيب حلو قوي. ايه تاني؟ ايه رايكم في البلاي ستيشن او الاكس بوكس؟ كومبيوتينج ديفايس. كومبيوتينج ديفايس. طب ايه رايك في السمارت ووتش اللي انت بتلبسها؟ كومبيوتينج ديفايس. طب ايه رايك في العربيه, العربيات الجديدة اللي فيها كمبيوترز؟ الجديدة كمبيوتر. طب والسمارت تي في؟ كمبيوتر. مش كده؟ الريسيفر, بلاش السمارت تي في, الريسيفر اللي انت بتحط فيه كارت عشان يستقبل ديجيتال ويعمل له ديكريبشن القنوات المشفرة از كمبيوتينج ديفايس. كلمة اي حاجة فيها سي بي يو وبتتعامل مع داتا في شكلها الديجيتال از كمبيوتينج ديفايس.
فالحقيقة إحنا هنا بنتكلم إن الإنترنت هي مكونة من billions of computing devices. حقيقة الأربع خمس سنين اللي فاتوا شكل الإنترنت اتغير جامد جدا. يمكن قبل كده الإنترنت كانت هي مجموعة من الكمبيوترز، البيسيز واللابتوبس والسيرفرز، هم دول اللي بيتصلوا ببعض يعني. لكن في الكام سنة اللي فاتت بدأت فكرة الإمبيدد كمبيوتينج جوه ديفايسز تانية زي التلاجة مثلا. النهاردة بقى فيه السمارت فريدج والعربيات والطيارات والإنفراستراكتشر. النهاردة احنا بنسمع عن حاجة اسمها السمارت سيتيز، مش كده؟ المدن الذكية. عندنا في مصر واحدة من أكبر المدن الذكية في العالم، العاصمة الإدارية الجديدة ديزايند بهذا الشكل. هتلاقوا اليوتيليتيز بتاعت المدن الذكية كلها كونكتد على الإنترنت، إشارات المرور وعواميد النور والترافيك والحاجات اللي زي كده. الرادار بتاع طريق السويس، حد عارفينه ده؟ اللي كلنا دلوقتي لو دخلنا اللي عنده هتلاقي عليك مخافات قد كده. is a computing device. by definition هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن جهاز كمبيوتر متصل وبيصورك وبيبعت على السيستم بتاع المرور على طول ايميديت، مش كده؟ فدي كلها اسمها computing devices. طيب عشان يبقى اسمه computing device وواصل بالانترنت لازم يكون حاجة اسمها is an end system running a network application. يعني عشان نقدر نقول ان الكمبيوتينج ديفايس ده فعلا بارت من الانترنت لازم يكون is a computing device that is running a network application. هو يعني ايه application الاول؟ شباب a program. program application يعني program. حد يعرف الفرق ما بين البروجرام والابليكيشن؟ مفيش فرق. اوكي طيب طيب اوكي طب يعني ايه نتورك ابلكيشن؟ ابلكيشن سبيسيفيكلي بيرن على الانترنت او على نتورك؟ لا، هو في حاجه بترن على الانترنت، البروجرام بيرن ابلكيشن كونكتد تو نتورك، كونكتد بالانترنت. ماشي، يعني مين اللي كونكتد بالديفايس مش الابلكيشن؟ يعني ايه نتورك؟ طب يعني ايه مش نتورك ابلكيشن؟ يعني واضح دلوقتي ان الابلكيشنز اللي احنا بنكتبها نوعين، يا نتورك ابلكيشن يا مش نتورك ابلكيشن، مش كده؟ هو نتورك ابلكيشن اي حاجه بترن على هوست. ما ماشي اوكي، ما هو ما هو اللي مش نتورك ابلكيشن ممكن يكون ميديم مثلا ما بين اليوزر والسيرفر مثلا الشركه بتقدمه. لا برضو يعني ابلكيشن بيسد على ريكويست. نعم، ابلكيشن بيسد على ريكويست من السيرفر. لا مش لازم. طب خليني اسالك، نسال سؤال، ايه رايك الواتساب از ا نتورك ابلكيشن ولا از نوت ا نتورك ابلكيشن؟ نتورك ابلكيشن. نتورك ابلكيشن. طب والوورد، الوين وورد، نتورك ابلكيشن ولا مش نتورك ابلكيشن؟ مش نتورك ابلكيشن. مش نتورك ابلكيشن. ليه قلنا الواتساب از ا نتورك ابلكيشن والوورد الثاني توصل بالانترنت عشان يشتغل؟ ايوه بالظبط كده. الكونكتيفيتي والانترنت كونكتيفيتي از ا ميجر كومبوننت اوف ذا ابلكيشن. بمعنى ايه؟ لو مفيش نتورك الابلكيشن ملوش لازمه. يعني لو الواتساب انستولد عندي على السمارت فون بتاعي وانا مش كونكتد اعمل بيه ايه ده؟ ملوش لازمه. Nothing، مش كده؟ لان الفانكشنال ريكويرمنتس، خدتوا سوفت وير انجينيرنج ولا لسه؟ لا لسه. طيب هتعرفوا ان احنا لما نيجي نكتب اي سوفت وير ونيجي نعمل له الاناليسيس بتاعه عشان نعرف مطلوب ايه من السوفت وير ده، بنقسم الريكويرمنتس، ريكويرمنتس اللي هي الحاجات اللي مطلوبه ان السوفت وير بيعملها، ودي دايما الخطوه الاولانيه لما نيجي نكتب اي سوفت وير، بنكتب الريكويرمنتس بتاعته. في حاجه اسمها ريكويرمنتس انجينيرنج، موضوع الحقيقه كبير ما هو صغير، لكن هنلاقي ان احنا دايما بنقسم الريكويرمنتس لنوعين كبار، فانكشنال ريكويرمنتس ونون فانكشنال ريكويرمنتس. فانكشنال ريكويرمنتس اللي هي الحاجه اللي مطلوبه من السوفت وير، السوفت وير ده معمول عشان يعمل ده. يعني لو انا جيت اوصف الواتساب بكلمه واحده، الواتساب از ايه؟ واتساب از نتورك ابلكيشن. لا مش نتورك، نتورك دي لا، ده وصف. انا بتكلم لو عايز اوصف وظيفه الواتساب بجمله، مسجر انستنت مسجنج ابلكيشن، انستنت مسجنج ابلكيشن، صح كده؟
هو messaging application بس instant مش كده؟ instant يعني فوري في نفس الوقت مش كده؟ الايميل مثلا اذا messaging application لكن مش instant، ممكن تبعت الايميل وبعد شوية يبقى ايه؟ يبقى ان شاء الله يوصل الايميل بعديها بشوية، لكن الواتساب مش كده. اوكي؟ طيب وبالتالي اهم حاجة مطلوبة من الواتساب ان حضرتك تقدر تبعت بيه messages وتستقبل بيه messages على ايه؟ على النتورك، عشان كده is a network application. لكن الوين وورد اللي قلنا عليه ده نقدر نقول عليه ايه برضو لو وصفناه بجمله واحده؟ يا شباب الوورد ايه؟ حد مش كلنا بنستخدم الوين وورد عشان نكتب الريبورتس والحاجات بتاعتنا؟ documentation application is an editor، ممكن نقول is an editor او actually is a word processing application. طيب word processing يعني انت محتاج تقدر تفتح البرنامج تكتب عليه تكست وتعمل له فورماتنج وسيف وتنسرت صور وصوت. لو مفيش نتورك تقدر تشغل الوورد؟ تقدر تشغله. تقدر تستفيد من الوورد؟ اقدر استفيد منه. وبالتالي ده اهم فرق ما بين النتورك ابلكيشن واللي مش نتورك ابلكيشن. نتورك ابلكيشن ذا سوفت وير ذات بارت اوف اتس فانكشنال ريكويرمنتس is to send and receive messages. Network application أهم حاجة من الـ functional requirements سواء بشكل مباشر لو كان messaging أو لو شكل غير مباشر ما يقدرش يأدي وظيفته إلا عن طريق إنه يبعت ويستقبل data over the network. الزوم اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ده network application ولا لا؟ Network application. Definitely network application. تمام؟ مش هفتح الزوم وافضل بص عليه لوحدي. طيب يبقى احنا قلنا الانترنت هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن billions of connected computing devices اللي بنسميها hosts اللي بيران عليها network application. هل ده المكون الوحيد للnetwork؟ الحقيقة لا، لان انا في الاخر الhosts دي محتاجين ان هي تبعت وتستقبل data. طب هتبعت وتستقبل data ازاي؟ هي connected اصلا ازاي؟ الhosts دي بتبقى connected عن طريق حاجة اسمها communication links. يبقى الكومبوننت الثانيه اللي بنكون منها الانترنت او اي نتورك، الكومبوننت الاولانيه هي الديفايسز نفسها اللي المفروض تبقى كونكتد، الحاجه الثانيه الطريقه اللي بكونكت بيها الديفايسز. وعموما هنلاقي ان الكوميونيكيشن لينكس دي ليها اشكال وانواع كتيره، نقدر نقسمهم لنوعين كبار: وايرلس كونكشنز ووايرد كونكشنز، او وايرلس لينكس وايرد لينكس. الوايرلس لينكس زي ايه؟ زي الواي فاي مش كده؟ قاعد في البيت دلوقتي ممكن تبقى كونكتد على الواي فاي بتاع البيت، او لما بتيجي الجامعه بتبقى كونكتد على الواي فاي بتاع الجامعه، او زي ال 4G او ال 3G بتاعت الموبايل نتورك لو انت مش في مكان فيه واي فاي وعندك الباقه بتاعت الانترنت ديت وعندك اشتراك يو كان كوميونيكيت على الايه؟ السيل ستيشنز مش كده؟ محطات المحمول دي اللي هي بتبقى موجوده فوق بعض العمارات او في النخل اللي موجود في الميادين، دي اسمها ايه؟ اسمها سيل ستيشنز. تمام؟ تبقى كونكتد ليها عن طريق السمارت فونز، او لو عندك كونكتد كار او وات ايفر يعني. وطبعا بتوصل لدرجه الساتلايت او الراديو فريكوانسي او الواي ماكس، انواع كتير قوي من الوايرلس لينكس، او بتبقى وايرد لينك يعني انت بيبقى عندك كابل كده مطلعه من الديفايس بتاع النتورك وحطه في السوكت بتاعت الكمبيوتر. طبعا الوايرلس دلوقتي بدا ينتشر بشكل يعني كبير طبعا نتيجه الموبيليتي والحاجات اللي احنا عايزينها. الوايرلس زي ما قلنا في منها انواع، في منها واي فاي وفي منها الموبايل اللي هو اليو ام تي اس او ال 4 جي ال تي اي، الانواع المختلفه من الموبايل نتوركس او الساتلايتس او غيرها. الوايرد لينكس برضو في منها نوعين كبار، في منها الكابر وايرز اللي هي الكابلات اللي معموله من مواد موصله للكهرباء زي النحاس، مينلي النحاس اللي هي الكابلات بتاعه النتوركس اللي احنا عارفينها العاديه اللي بندخلها جوه الكمبيوترز بتاعتنا. وفي نوع تاني يبقى وايرد برضو بس متصنع من الازاز، من الزجاج يعني، اللي هو الايه؟ الفايبر كيبلز. فايبر كيبلز طبعا زي ما هنشوف يمكن كده قدام شويه هنعرف ان هي بتقدر تنقل داتا بحاجات اسرع كتير جدا جدا. بس الحقيقه يعني احنا برضو الكوميونيكيشن لينكس دي ليها اكتر من فيو، يعني زمايلنا بتوع الكوميونيكيشن انجينيرنج بيبصوا على
اللينكس دي بشكل مختلف عن اللي احنا بنبص بيه عليه كناس بتوع كمبيوتر. في ناس بتهتم بتصنيع اللينكس دي، في ناس بتهتم بالمدى بتاعها ان صعب. لكن احنا كناس بتوع كمبيوتنج يهمني قوي حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا في الاخر بيهمني لاي كوميونيكيشن لينك حاجه اسمها ترانسميشن ريت. ايه الماكسيمم داتا ريت اللي بنقدر ننقل بيه داتا على اللينك دي؟ تمام، دي اهم حاجه، وده اهم فرق ما بين لينك والتانية. يعني انا النهارده زي ما بقول كوميونيكيشن لينكس انواع كتير قوي، وايرد ووايرلس، والوايرد فيه نحاس وازاز، والفايبر ده في حاجه اسمها سنجل مود ومالتي مود، والكابر فيه انواع كتير جدا انصعن، في حاجات كتير قوي. طيب ايه الفرق ما بين واحده والتانيه؟ انا كراجل بتاع كمبيوتر تفرق ايه لينك من التانيه؟ بالنسبه لي الفرق الوحيد هو حاجه بسميها الباندويث. حاجه بسميها ايه؟ الباندويث. الباندويث ببساطه او الترانسميشن ريت، هما الاثنين الحقيقه يعني الناس بتستخدمهم مكان بعض، وان كان دي ليها معنى او دي ليها معنى، اللي هي اللي احنا بنقول عليها او الناس العاديين بيقولوا عليها السرعه بتاعت الخط، مش كده؟ مش احنا بنيجي نشترك كده على عند وي ولا فودافون في مصر على الاي دي اس ال، يقول لك احنا السرعه بتاعت الخط بتاعك 15 ميجا ولا مش كده؟ مش احنا بنسمع الارقام دي؟ الارقام دي اسمها ترانسميشن ريت. اسمها ايه؟ ترانسميشن ريت. ترانسميشن ريت ده بنقيسه بايه يا جماعه؟ ايه وحده قياس ترانسميشن ريت؟ حد عارفها؟ اليونت ايه؟ كيلو بايت بير سكند؟ لا مش كيلو بايت بير سكند، لا هي حاجه شبه كده بس مش بالكيلو بايت. كيلو بت؟ هي اكشوالي بت بير سكند. بت بير سكند. احنا دايما بنقيس سرعه اي او الترانسميشن، هي مش سرعه بقى الحقيقه، مش سرعه، هي ترانسميشن ريت، اللي هي انا اقدر انقل كام بت في الثانيه الواحده على اللينك ده. فمثلا ما يقول لك انت الخط بتاعك سرعته 15 ميجا، اكشوالي هو قصده ايه؟ ان انت تقدر تنقل اب تو 15 مليون بت بير سكند. انت تقدر الداتا بتاعتك تنقل منها 15 مليون بت في الثانيه الواحده. ناس كتير بتقول على الترانسميشن ريت الباندويث، الحقيقه ده مش دقيق قوي، لان كلمه باندويث دي فيزيكال بروبرتي لللاينز، ودي بتتقاس بحاجه اسمها الهرتز. طبعا في يعني علاقه مباشره ما بين الترانسميشن ريت والباندويث، وحاجه اسمها الانكودنج سكيم، يعني انا بكود الداتا بتاعتي ازاي. الاثنين دول يعني الباندويث مع الانكودنج سكيم مع الترانسميشن ريت، الثلاثه مع بعض في بينهم علاقات مهمه جدا. من اهم الناس اللي درست العلاقات ديت كان عالم مهم قوي اسمه كلود شانون. كلود شانون ده ابو الديجيتال يعني في العالم كله. فده الايه؟ ده الفكره بتاعت الكوميونيكيشن لينكس. يبقى الكوميونيكيشن لينكس محتاجين نعرف ان هي انواع كتيره، واللي بيفرق ما بين نوع والتاني طبعا طريقه تصنيعه، وبيبقى انستول في انهي نوع من انواع النتوركس. لكن اهم فرق بالنسبه لنا احنا كناس بتوع كومبيوتنج هو الترانسميشن ريت، الداتا ترانسميشن ريت. انا اقدر انقل على اللاين ده كام بت بير سكند. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي على تو كومبوننتس من الكومبوننتس بتاعت النتوركس، اللي هي الكونكتد هوستس او الديفايسز اللي راننج عليها نتورك ابلكيشنز، واللينكس اللي بتوصل للهوست ديت. هل دول هم المكونات الوحيده للنتورك؟ لا، في مكون ثالث مهم جدا جدا اللي بنسميه النتورك كور بقى، الكور بتاع النتورك اللي هي الراوترز والسويتشز. جوه النتورك عشان اقدر اوصل الداتا دي بينها وبين بعضها، يعني مش مجرد ان انا لو جبت شويه كمبيوترز وشويه اسلاك وصلتهم ببعض عملت نتورك، الحقيقه لا ده مش صح. لازم بيبقى فيه حاجه كده ديفايسز كده موجوده بنسميها راوترز او بنسميها سويتشز، او بشكل عام بنسميها باكيت سويتشز. الباكيت سويتشز ديت هي اللي مسؤوله عن نقل الداتا من نقطه لنقطه جوه النتورك. الباكت سويتشز دي زي ما قلنا في منها نوعين كبار، سويتشز دي بتبقى بتنقل الداتا جوه نفس النتورك. يعني لو انت عندك في الشركه او في جامعه او في مؤسسه او حتى في البيت عندك، انت يو كان انستول ا سويتش عشان توصل عليه الديفايسز المختلفه. ممكن من ضمن الحاجات توصلها على السويتش انك توصل اكسس بوينت وفيها واي فاي، بحيث توصل بقيه حاجات الايه اللي عندك في البيت تكون وايرلس.
اوكي، او زي عندنا هنا في الجامعه لو دخلتوا الاوض المختلفه هتلاقوا كل اوضه فيها بوينتس، البوينتس دي في الحيطه كده زي الفيش، وفي كابلات طالعه من اجهزه الكمبيوتر واصله بالبوينتس المختلفه. البوينتس دي في الاخر عباره عن كيبلز واصله على ديفايسز اسمها سويتش، اسمها سويتش. طيب بس انا عشان ابني الانترنت انا محتاج ان انا اوصل النتوركس ببعضها، يعني انتوا النهارده قاعدين في البيت واصلين الاجهزه بتاعتكم بالكمبيوتر بالنتوركس بتاعه البيت سواء كان سمارت فون او اللابتوب، وانا قاعد في مكتبي في الجامعه وواصل بي اللابتوب بتاعي على الواي فاي بتاعه الجامعه اللي هي واصله على النتورك بتاعه الجامعه. لانكم بتشوفوا البرزنتيشن بتاعتي دلوقتي ده معناه ان النتورك بتاعتي متصله بالنتورك بتاعتكم، كل واحد النتورك بتاعته واصله بشكل ما للنتورك بتاعه الجامعه عن طريق حاجه اسمها الانترنت وركينج. الانترنت وركينج يعني ان انا اوصل نتوركس ببعضها او الانترنت، ادينا وصلنا هو تعريف الانترنت. وعشان اقدر اوصل تو نتوركس ببعض لازم بيبقى في عندي ديفايس اسمه راوتر. الراوتر ده هتلاقوه عباره عن ايه؟ عباره عن ديفايس على الادج بتاع النتورك بتاعتك، في اخر حته في النتورك بتاعتك، وهو ده اللي بيوصل النتورك بتاعتك بالعالم الخارجي بقى عن طريق خط تليفون او خط فايبر او ايا كان القصه. فدايما في عندنا المكون الثالث المهم من مكونات الشبكه هو السويتشز او الديفايسز اللي موجوده جوه الكور بتاع النتورك ديت اللي بتوصل النتوركس ببعضها. ده تعريف مهم جدا للانترنت من وجهه نظر ايه؟ من وجهه نظر المكونات، من وجهه نظر انك بتفك النتورك دي وبتحدد مكونات ايه. يبقى بسرعه عشان نلخص، احنا الانترنت هي عباره عن ثلاث مكونات رئيسيه. المكون الاولاني هي الهوستس اللي هي اي كومبيوتنج ديفايسز سواء كانت بي سي، سيرفرز، لابتوبس، سمارت فونز، كونكتد كارز، اشارات مرور، تلفزيون، جيمنج كونسول، سمارت ووتش حضرتك لابسها، ايا كان، حاجات كتير قوي 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 كونكتد على النتورك وراننج نتورك ابلكيشنز. فكونكتد عن طريق حاجه اسمها كوميونيكيشن لينكس اللي ممكن تكون وايرد او وايرلس، ويهمني جدا بالنسبه لللينك صفه مهمه جدا اسمها ترانسميشن ريت، انا بقدر انقل كام بت بير سكند اب تو كام بت بير سكند على اللاين ده او اللينك ديت. وبعدين المكون الثالث هي بقى الكور او الحاجه الداخليه اللي جوه النتورك اللي بتوصل الدنيا دي كلها ببعضها اللي هي الراوترز والسويتشز. السويتشز بتبقى جوه نفس النتورك، الراوترز اللي بتوصل نتورك بنتورك. طبعا التعريف ده شويه تعريف تكنيكال قوي، دي تكنيكال لما اتكلمنا على الحاجات اللي من جوه، لكن زي ما احنا عارفين بالنسبه لليوزر العادي هو ما بيبقاش شايف الكلام ده قوي، يعني هو بيبقى شايف الاستخدامات المختلفه للنتورك. فالانترنت النهارده حتى احنا دخلنا في عصر الانترنت وفي دكتور بعد اذنك في حد عايز يخش مش عارف. طيب مفيش مشكله. فبقول لكم دلوقتي الانترنت بدأت تبقى حاجة جديدة بدأت تظهر بقوة دلوقتي بنسمع عنها كتير، اللي هي الانترنت اوف ثينجز. الانترنت اوف ثينجز اللي هي النهاردة مش بس اللي وصل على الانترنت مجرد الكمبيوترز والسمارت فونز، احنا النهاردة زي ما احنا عارفين بيبقى فيه هاوس هولدز كتيرة قوي موجودة في البيوت الحديثة دلوقتي اللي هي وصلة بالنتورك زي التلاجات والغسالات والتي في بوكسز والبيكتشر فريمز، والنهاردة حاجات في المطبخ وحاجات كده غريبة بتبقى وصلة بالإنترنت، أو العدادات الذكية بتاعت الكهرباء أو الإنترنت فونز دي هتلاقوها بشكل أكبر في المؤسسات والبنوك هتصعد. فالحقيقة في كمية كبيره من الديفايسز النهارده واصله بالانترنت. يمكن المستخدم العادي بيبقى شايف الانترنت هي زي ما بيقولوا كده شعار المصريه للاتصالات، شبكه واحده بتجمعنا كلنا. لكن التعريف بقى اللي خلينا نقول يعني تعريف بالنسبه لنا احنا تكنيكال قوي، ان الانترنت is the network of networks. انترنت او كلمه انترنت عموما دي اختصار لكلمه انترنتوركينج. انترنتوركينج يعني ايه؟ يعني انك توصل نتورك بنتورك تانية. انتر معناها انك بتوصل حاجتين ببعض، انترا معناها ان انت جوه نفس الايه، نفس النتورك بتاعك. فكلمه انترنتوركينج دي معناها ببساطه
انك بيبقى عندك مجموعه من النتوركس اللي بتوصلها ببعضها, which is really the case دلوقتي. هي الانترنت دلوقتي عباره عن ايه؟ زي ما قلنا انت حضرتك قاعد في البيت عندك, انت عندك شبكه بتاعتك, عندك الهوم نتورك بتاعتك اللي عن طريق الاكسس بوينت اللي عندك في الديفايس بتاعك, عندك واي فاي وداخل باللابتوب بتاعك والسمارت فونز والجيم كونسول بتاعك البلاي ستيشن ولا الاكس بوكس والسمارت تي في والسمارت ووتش اللي انت لابسها, ولو عندك سمارت ديفايسز زي الثلاجه ولا الغساله ولا اي حاجه, الحاجات دي كلها واصله على النتورك. في الاخر دي النتورك بتاعتك بتاعت البيت. انا النهارده قاعد مثلا في الجامعه, فعندنا النتورك بتاعتنا بتاعت الجامعه في المكاتب المختلفه, عندنا الناس بتوع الاس اس او والناس بتوع الادميشن والناس بتوع الادفايزنج والاكاونتنج والاتش ار, كل اداره من دول عندها اجهزه الكمبيوترز, وعندنا اللابس بتاعت الجامعه المختلفه, وعندنا المكاتب بتاعت الزملاء الاساتذه, كل حاجه من دول عباره عن نتورك وصلين على النتورك بتاعت الجامعه, وفي حاجات واي فاي واصله على الاكسس بوينتس الموجوده في الجامعه في الاماكن المختلفه, وعندنا السيرفرز بتاعتنا اللي عليها الحاجات بتاعتنا الداتابيزز بتاعتنا والابلكيشنز بتاعتنا اللي جوه الجامعه. دي النتورك بتاعت الجامعه او تيبيكالي بتسميها انستتيوشنال نتورك اللي هي شبكه مؤسسيه, كل مؤسسه على حسب البيزنس بتاعها اكيد فيها شبكه. وعندنا طبعا الشبكه بتاعت الموبايل اللي مغطيه البلد بشكل كبير, الموبايل نتورك بقى اللي موجوده اللي كل الناس تقدر تدخل عليها عن طريق الايه السمارت فونز بتاعتها او عن طريق اليو اس بي مودمز او البيلت ان سيم كاردز اللي موجوده في بعض اللابتوبس او التابلتس اتصال اللي بقدر ادخل بيها على الموبايل نتورك. الموبايل نتورك قايمه على ان عندي مجموعه من المحطات اللي هي السيل ستيشنز بنسميها, اللي هي بتوصل النتورك للديفرنت دكتور كونكت. ايوه صوت حضرتك اتصل خالص. اه تمام, انا النتورك بس فيها مشكله شويه. اوكي كويس, يعني بندرس نتوركس على نتورك فيها, ودي حاجه كويسه عشان برضو نعرف ان هنتكلم عن كونسبت مهم قوي, وهنعرف كمان شويه وانا ليه صوتي بقى وحش او بيقطع شويه, هنعرف حالا دلوقتي ليه ايه اللي حصل او بعد شويه. طيب يعني زي ما انتم شايفين تيبيكالي دي النتوركس اللي ممكن تلاقيها في مكان ما, هتلاقي موبايل نتوركس بتغطيه على مناطق معينه والاجهزه كلها متصله بسيل ستيشن في مكان ما, هتلاقي البيوت كل بيت فيه هوم نتورك, هتلاقوا المؤسسات في بينهم او عندهم النتوركس بتاعتهم. لما بنوصل النتوركس دي ببعضها بتظهر الانترنت, فالانترنت از ذا جلوبال نتورك اوف نتوركس, مش كده؟ دي بنسميها الجلوبال نتورك اوف نتوركس. طيب انا عشان اوصل على الانترنت لازم اعمل ايه؟ يعني انت عشان توصل الشبكه بتاعتك في البيت على الانترنت بتعمل ايه؟ يا شباب بكلم الشركه عشان يعمل لي اكسس على النت. بتعمل اشتراك عند مين؟ عند الشركه اللي عند هي عندها الشبكه بتاعتها. شركه ايه؟ مثلاً. فودافون او مين تاني هنا في مصر عندنا شركة, مش اي شركه, ما ينفعش تروح شركه مصر الطيران تقول لهم ادوني انترنت, ولا شركه جو باص اي انترنت سيرفيس بروفايدر. لازم بتروح لحد اسمه انترنت سيرفيس بروفايدر, يعني شركه تقدر تديك خدمه الانترنت وركينج اللي هي تقدر توصل الشبكه بتاعتك بالشبكات الاخرى. احنا قلنا انترنت معناها نتورك اوف نتوركس, ده بنسميه يا جماعه بنسميه انترنت سيرفيس بروفايدر, بنسميه انترنت سيرفيس بروفايدر, او بنختصره لكلمه ايه ISP انترنت سيرفيس بروفايدر. لازم يكون عندك مجموعه من الاي اس بيز اللي بتدي خدمات الشبكات المختلفه او خدمات الاتصال للجهات المختلفه. حد يعرف احنا عندنا كام اي اس بي في مصر؟ يا شباب تقريبا 6. طب حد يقولهم كده؟ ويت صلاوت فودافون موبينيل نور. دول 5 هم, وي واتصالات وفودافون واورنج اورنج ونور. دول الخمسه. فين السادسه؟ في شركه بتبروفايد انترنت عن طريق ساتلايت اسمها راكت اللي شغاله دلوقتي في التجمع. بس دي برضو تحت واحده من الاي اس بيز, دي مش مرخصه بشكل مباشر. في لينك دوت نت
دي لا لينك خلاص هي اورج. طيب هما دول الخمسه الكوميرشال، الخمسه الكوميرشال اللي فعلا حضرتك تقدر تروح تشترك من عندهم. بس في شبكتين تانيين مهمين قوي، في طبعا الشبكه الاستراتيجيه العسكريه، ودي شبكه خاصه بالقوات المسلحه طبعا، دي ما هي الشبكه، هي شبكه انترنت بابليك يعني، دي طبعا حاجه استراتيجيه ملناش دعوه بيها. بس عندنا شبكه بقى تانية مهمه جدا اسمها شبكه الجامعات المصريه، الايجيبشن يونيفرسيتيز نتورك، الاي يو ان. اوكي يمكن ما تسمعوش عنها، بس الاي يو ان هنتكلم عنها قدام، لان الاي يو ان هي اقدم اي اس بي في الريجن كلها، واحده من اقدم الاي اس بيز في العالم، واحده من الشبكات اللي اسست الانترنت. يعني الانترنت اللي انتم شايفينها ديت تم تاسيسها لما مجموعه شبكات على مستوى العالم اتحدوا مع بعض كده وقالوا تعالوا نوصل نفسنا ببعض. واحده منهم كانت شبكه الجامعات المصريه الاي يو ان، دي هي يعني تاريخيا هي دي اول اي اس بي في الريجن كلها، في الريجن كلها انا قصدي يعني في الشرق الاوسط وشرق وجنوب اسيا. احنا باي ذا واي احنا كان عندنا انترنت قبل اسرائيل، قبل سنغافوره، قبل اليابان، قبل طبعا كل الدول اللي في المنطقه. احنا من اوائل دول العالم اللي كان عندنا انترنت كونكشن، لان ببساطه احنا كنا من اوائل دول العالم اللي ساهمنا في انشاء الحاجه اللي احنا بنشوفها دلوقتي اسمها الانترنت. دي حاجه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. يعني الانترنت او شبكه الجامعات المصريه نشات كمشروع سنه 1977 في المجلس الاعلى للجامعات بتمويل من الولايات المتحده الامريكيه ضمن اتفاقيه السلام بتاعه كامب ديفيد، وكان مشروع اسمه مشروع الترابط بين الجامعات المصريه والجامعات الامريكيه. وبعدين تطورت لحد سنه 87 ما تم تسميتها شبكه الجامعات المصريه. الانترنت اللي احنا عارفينها دي ظهرت في العالم سنه 93، الانترنت اللي احنا بنشوفها دلوقتي ديت ظهرت كده في العالم ما بين 91 ل 93. احنا كان شبكه الجامعات المصريه موجوده من سنه 87، وكانت من المؤسسات اللي اطلقت خدمه الانترنت كما نعرفها الان على مستوى العالم. فدي يعني من الحاجات المهمه، وما زالت طبعا مؤسسه فاعله في حوكمه الانترنت على مستوى العالم. انا شخصيا تشرفت ان انا كنت مدير هذه الشبكه من 2010 ل 2014، شبكه الجامعات المصريه. طبعا قبليها يعني اساتذتي العظام مؤسسها ومديرها الاولاني الدكتور اديب الغنيمي، استاذ اساتذه الكمبيوتر في مصر، ربنا يديله الصحه وطول العمر، فكده واخد الدكتوراه سنه 1954، فيعني من الناس الكبار جدا. وبعده كان استاذي رحمه الله عليه الاستاذ الدكتور عثمان بدر، اساتذتي في هندسه عين شمس الاثنين، وبعد كده طبعا عدد كبير من الاساتذه العظام ربنا يديهم الصحه يعني اللي توالوا على اداره هذه الشبكه. وبعدين انا شخصيا كنت مدير لهذه الشبكه من 2010 ل 2014، وبعدين بقى جه زملاء اخرين مكملين المسيره حتى الان يعني. فال ده 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 اي اس بي، الاي اس بي ببساطه او النوع ده اللي بنسميه انترنت سيرفيس بروفايدر، هو جهه بتقول لها والله لو سمحت انا عايز اوصل الشبكه بتاعتي بالشبكه بتاعتكم، وصلوني بشبكات اخرى. انتوا عندكم في البيوت زي ما انتوا قلتوا كمان من شويه كده، احنا بنروح مثلا لوي، بنروح لاورنج، بنروح لفودافون، اللي هي الشركات المرخص لها في مصر ان هي تقدم هذه السيرفيس. بنروح لهم وبنقول لهم يا جماعه احنا عايزين نوصل الشبكه بتاعتنا بحضراتكم، وتوصلونا بعد كده ببقيه الشبكات اللي حوالين العالم، فبقينا عندنا انترنت كونكتيفيتي. احنا مثلا هنا في الجامعه لا احنا واصلين عن طريق شبكه الجامعات المصريه، يعني احنا البروفايدر الرئيسي بتاعنا هو الاي يو ان، واضح طبعا بالنسبه ان هي اللي بتوصل الشبكات الجامعات ببعض، الجامعات اللي جوه مصر مع بعضها. اوكي اند سو. طيب الاي اس بيز دول في منهم نوعين، حاجه بنسميهم ريجونال اي اس بيز اللي هو يعني حد بيشتغل في منطقه زي اللي قلنا عليهم من شويه، بيغطوا منطقه او دوله. يعني احنا الخمسه الكوميرشال في مصر ترخيصهم ان هم يدوا الانترنت سيرفيس بروفيجننج في مصر في كل المدن والقرى والمناطق المصريه. اوكي بس كده هو بيوصل الشبكات اللي جوه البلد ببعضها. وبرضه هتلاقوا مثلا جنبنا في السعوديه في عندهم اس تي سي و مش عارف شبكتين تانيين مش فاكر اساميهم، الاتصالات السعوديه والشركه اللي زي اتصالات عندنا مش عارف اسمها هناك ايه. المهم يعني دكتور معلش ممكن سؤال بس؟ اتفضل.
هو ايه الفرق بين الجلوبال اي اس بي والريجنال اي اس بي؟ حالا هقول لك اهو، انا لسه بقول اهو، بقول ان احنا لما يكون عندنا اي اس بي شغال جوه دوله زي مثلا شركه اورنج في مصر او فودافون في مصر او وي في مصر او شركه الاتصالات السعوديه او في السعوديه او زين في السعوديه وفي البحرين ومش عارف ايه او زي اتصالات الامارات او صقن، دي بتقدم خدمه الانترنت جوه مين؟ جوه بلد معينه او جوه ريجن معينه اللي هي مرخص ليها ان هي تشتغل في المكان ده. اوكي طيب، بس ده معناه ان هي هتربط الشبكه فين؟ جوه الريجن دي، جوه البلد دي. بس احنا الانترنت از ا جلوبال نتورك اوف نتوركس، مش كده؟ يعني 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 دي المفروض ان انا النهارده لو انت عندك واتساب مش بتقدر تبعت لواحد في امريكا مثلا او في اوروبا؟ هل بتقدر تبعت للناس اللي جوه مصر بس؟ لا، تقدر تبعت لاي حد في العالم. طب ده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل بقى ان في انترنت سيرفيس بروفايدرز تانيين احنا ما نعرفهمش، يعني احنا ما نعرفهمش وما بنتعاملش معاهم. مين بقى الانترنت سيرفيس بروفايدرز دول اللي بنسميهم جلوبال انترنت سيرفيس بروفايدرز؟ دول اللي بيوصلوا مين؟ اللي بيوصلوا الريجنال انترنت سيرفيس بروفايدر. يعني الشركات اللي حضرتك شايفهم دولت انت كلاينت عندهم عشان يدوك سيرفيس، هم كلاينت عند شركات تانية. الشركات التانية ديت هي اللي بتديهم الايه التوصيل ببعض، ودي بتشتغل بقى ما بين الدول وبعضها. دي مثلا الشركات اللي بتمتلك الكابلات البحريه، نسمع احنا عن حاجه اسمها الايه المارين كيبلز، مش كده؟ ايه المارين كيبلز ديت؟ هي الكابلات اللي ما بين اللي تحت البحر او تحت المحيط اللي بتوصل الدول ببعضها، او الساتلايتس او غيرها. ودي شركات اخرى بتقدم الخدمه ديت. الزباين بتاع الشركات ديت هي شركات الانترنت الريجنال. يعني مثلا من الـ من الـ من الجلوبال اي اس بيز اللي عندنا في الريجن، الشركه المصريه للاتصالات، مش وي على فكره، الشركه المصريه للاتصالات. الشركه المصريه للاتصالات بتوصل بعض الاي اس بيز، طبعا هي المسؤوله عن توصيل الاي اس بيز اللي في مصر ببعض، هي اللي بتوصل كل الخمسه سته سبعه مع بعض، وفي نفس الوقت بتوصل بعض الاي اس بيز اللي في الدول المحيطه زي ليبيا والسودان، واي ثينك عندنا حاجه في الاردن وفي تشاد وحاجات زي كده. وطبعا في شركات اخرى زي مثلا اورنج بقى انترناشنال، دول اكتف جدا مثلا في البحر المتوسط، زي دويتش تيليكوم اللي هم الاتصالات بتاعه المانيا، شغالين بشكل كبير جدا في اوروبا، زي تيليكوم ايطاليا اللي هي الاتصالات في ايطاليا برضو شغالين بشكل قوي جدا في البحر الابيض المتوسط. في شركات بقى اصلا هي دي شغلتها زي فلاج وسيمواي وتاتا وحاجات زي كده، دول اللي هم بيشتغلوا بشكل اساسي على المارين كيبلز والتوصيل. ده الفرق ما بين الريجنال اي اس بي والجلوبال اي اس بي، وده تنظيم الانترنت ببساطه، ان انت عندك بتبني نتوركس وبعدين عن طريق اي اس بيز جوه البلد بتوصل النتوركس بتاعتك بيهم، وبعدين عن طريق جلوبال اي اس بيز بيوصلوا دول العالم ببعضها فبتطلع الانترنت. يبقى الانترنت از ذا جلوبال نتورك اوف نتوركس. والحقيقه الانترنت الديزاين بتاعها مبهر جميل. ليه بقى؟ احنا عندنا كل واحد كده يبص في السمارت فون بتاعه ويقول لي ايه النتورك ابلكيشنز اللي عنده. ها يا شباب، نو في واتساب وفي سيجنال وانستغرام، واتساب انستغرام سيجنال، ايه تاني؟ يوتيوب، يوتيوب، تليجرام، ماسنجر، براوزر. حقيقة كتير مش كده؟ انت ممكن تعد على التليفون بتاعك 10 15 20 30 ابلكيشن مختلف على الانترنت، مش كده؟ انترنت ابلكيشنز كلهم، وكلهم الحقيقة بينقلوا ديتا باشكال مختلفة. هتلاقي في حاجات بتنقل صور وحاجات بتنقل كلام وحاجات بتنقل فيديوز اند سو اون، مش كده؟ طيب الفورماتس مختلفة والديتا شكلها مختلف والاستخدامات مختلفة والسايزز مختلفة، بس ازاي الحاجات دي بتكلم بعضها؟ حاجة معقدة مش كده؟ صح؟ مين عنده مثلا ايفون؟ مين الديفايس بتاعه السمارت فون بتاعه اذا ايفون؟ انا يا دكتور. تمام، عندك واتساب مش كده؟ اوكي. الايفون ده عبارة عن ديفايس مصنعه شركة ابل ببروسيسور هم اللي عاملين له ديزاين، بكومبوننتس على البورده بتاعتهم، وفي الاخر نازل عليه اوبريتنج سيستم اسمه اي او اس، صح كده؟ صح كده. طيب مين عنده تليفون مش ايفون؟ ها
اي حد عنده حاجه مش ايفون يقول لنا بس التليفون بتاعه ايه؟ سامسونج. ايوه دكتور سامسونج مثلا، حد سامسونج اوكي، اللي مصنع الهاردوير شركه سامسونج، وحاطين بروسيسور غالبا ارم من شركه اسمها ارم، و الكومبوننتس اللي على البورده مختلفه، ونزل عليه في الاخر اندرويد مش كده؟ السامسونج ده عليه واتساب. طيب هل الواتساب بتاع الايفون هو هو اكزاكتلي الواتساب بتاع الاندرويد؟ من ناحيه ايه بالظبط؟ من ناحيه إيه؟ طب من ناحيه الشكل والفانكشناليتي هو هو؟ لا ده ابيض او اسود والثاني اخضر. لا يعني بس at the end of the day ده انت مغير الريفرنسز بتاعتك، لكن هو في الاخر نفس الفانكشنز مش كده؟ نفس الفانكشنز بالظبط، باختلاف الديزاين من الاوبريتنج سيستم للثاني. اه طب من وجهه نظر الكود تفتكروا زي بعض ولا مختلفين؟ لا مختلفين طبعا. اكيد اكيد الواتساب بتاع الاندرويد ده غالبا مكتوب جافا، والواتساب بتاع الايفون ده مكتوب سويفت صح كده، لغتين برمجه مختلفتين. طب هو ينفع تبعت مسج من الواتساب اللي على الايفون للواتساب اللي على السامسونج؟ اه طب ينفع بتحصل بيبعت واستقبل. يعني انت بتبعت مسج على تو ديفرنت ابلكيشنز شغالين على تو ديفرنت اوبريتنج سيستمز، شغالين على تو ديفرنت هاردوير connected بتو ديفرنت نتوركس مش كده؟ ممكن واحد يبقى على الايفون، انت التواصل دلوقتي بالايفون على انهي شبكه؟ فودافون مثلا. فودافون، والاخ اللي معاه سامسونج ده ممكن يكون على اتصالات او اورنج او الواي فاي بتاعته في البيت. نتوركس مختلفه. ايه ده؟ الحقيقه الانترنت از ا فيري هيتروجينيوس كومبلكس سيستم. تخيلوا كده بقى، يعني لو حبينا نوسع الكلام ده، احنا عندنا كام ابلكيشن راننج على كام اوبريتنج سيستم، على كام هاردوير كونكتد بكام نتورك، وبيكلموا بعض، يطلعوا مليارات الاشكال المختلفه مش كده؟ مليارات، لا اكشوالي بليونز، يعني مليارات الاشكال المختلفه من الكومباينيشنز دي، البلاتفورمز مختلفه، السوفت وير مختلف، مع كده بيكلموا بعض صح؟ عشان متوصلين على سيرفر واحد. لا مين قال ان وصلنا على سيرفر واحد؟ مش لازم يكون سيرفر وصلنا على سيرفر واحد. لا مش نفس السيرفر، مش نفس السيرفر ولا نفس النت، احنا ما اتكلمناش على السيرفرز كمان اللي جوه. طب ازاي بيكلموا بعض وبيفهموا بعض؟ بيقدروا يبعتوا لبعض مسجز؟ لان ببساطه الانترنت محكومه بمجموعه من الرولز. يعني حضرتك روح اكتب السوفت وير بالطريقه اللي انت عايزها، باللغه اللي انت عايزها، واعمل فيه اللي انت عايزه، بس لما تيجي تديني مسج حطها لي على النتورك لازم تلتزم بشكل وطول وكاركترز وترتيب معين للمسج دي. اوكي، ده الحل السحري. احنا اي حد يعمل اي حاجه، بس احنا هنحط مجموعه من الرولز. حضرتك لو عايز الابلكيشن بتاعك اللي هيشتغل على الاوبريتنج سيستم اللي انت اخترته، على الهاردوير اللي انت تمتلكه، اللي كونكتد بالنتورك بتاعتك اللي انت بختار الاي اس بي اللي هتخش بيه، اعمل اللي انت عايزه، بس لو سمحت التزم بشويه القواعد دي. لو التزمت بشويه القواعد ديت في شكل المسجز اللي انت هتبعتها وترتيبها وعددها، المسجز بتاعتك هنقدر احنا ناخدها ونمشيها على النتورك ونحركها من مصر ونعدي على تركيا، وبعدين من تركيا نروح على هولندا، وبعدين ننزل على انجلترا، وبعدين نروح امريكا، وبعدين نروح اليابان. مفيش اي مشكله خالص خالص، احنا وي كان ديليفر ذس مسج، بس بشرط ان هي تكون ايه؟ ماشي على القواعد دي. القواعد دي اسمها بروتوكولز. اسمها ايه؟ بروتوكولز. البروتوكول هو عبارة عن مجموعة من الرولز اللي بتكنترول sending and receiving of messages. يبقى اللي بيخلي الانترنت تشتغل ان مش كل واحد بيعمل اللي على مزاجه، لا، كل واحد يجب ان يلتزم بمجموعة من الرولز عشان يقدر يبعت المسج بتاعته. الحقيقه الانترنت بقى فيها كميه كبيره جدا من البروتوكولز، تمام؟ مثلا في بروتوكول هنسمع عنه اسمه تي سي بي، ترانسفير كنترول بروتوكول، ده اللي مسؤول لما جهازين يكلموا بعض يطمنوا ان هما كونكتد وفي بينهم نتورك. ده لسه الابلكيشنز ما اتكلمتش. يعني حضرتك لما تيجي تبعت مسج او عايز تعمل بلاش مسج، لو عايز تعمل فيديو كول او بلاش، عايزين نعمل زوم ميتنج زي كده، لازم عشان حضرتك تخش الزوم ميتنج الاول الجهاز بتاع حضرتك اللي انت داخل عليه
يطمن انه عارف يكونكت مع اللابتوب بتاعي، عشان الحاجات اللي انا بقولها الاوديو والفيديو اللي انا ببعته لكم دلوقتي ده يوصل لكم، لازم الاول الجهازين يبقوا متصلين ببعض. ده بيستخدموا حاجه اسمها ترانسفير كنترول بروتوكول، ده ما بين جهاز وجهاز. في بروتوكول تاني اللي هو بضمن ان انا بوصل نتورك بنتورك اللي هي الراوترز بتاعتي، مش انا في الاخر عندي في النتورك بتاعتي راوتر. طب الراوتر ده بيكلم الراوتر اللي في السنترال ازاي او اللي عند الاي اس بي ازاي؟ بيكلموا بعض عن طريق رولز اسمها الانترنت بروتوكول، الانترنت وركينج بروتوكول او الاي بي. هنا ده بنتكلم على الاجهزه، ده بنتكلم على الراوترز. طب الابلكيشنز بتكلم بعضها ازاي؟ يعني حضرتك لما بتفتح البراوزر وبتكتب فوق www.miuegypt.edu.eg وبتظهر لك صفحه الام اي يو، ازاي البراوزر فهم انك عايز صفحه الام اي يو؟ طب طلع ايه من عنده مسج ووصلها للسيرفر بتاع الام اي يو؟ طب السيرفر بتاع الام اي يو لما قرا المسج دي فهم انت عايز انهي صفحه ورد عليك بالصفحه ازاي؟ ده بيحكمه بروتوكول اسمه هايبر تكست ترانسفير بروتوكول HTTP. عندنا مثلا الحاجات بتاعه الفويس اوفر اي بي زي السكايب مثلا او الكولز بتاعه الماسنجر، دي مثلا بيحكمها بروتوكولز اللي هي بقدر انكود بيها صوت وابعت صوت واستقبل صوت. وزي ما هنعرف مثلا الصوت ده مهم جدا لانه محتاج يبقى في الريل تايم، او زي البروتوكول اللي بنقول عليه اللي صوتي دلوقتي صوتي انا شخصيا وصل لكم عن طريقه عليه. انا لما بوصل الجهاز بتاعي بالواي فاي، طب انا بوصل ازاي؟ ما انا لازم اخش. طب النيجوشيشن بيتم ازاي؟ طب لو الكونكشن دي انكريبتد انا بحط باسورد عندي، طب الباسورد بتتحط ازاي؟ طب انا بدخل بيها ازاي؟ طب انا في الجامعه ما بحطش باسورد، ده انا بخش باليوزر نيم والباسورد بتوعي بتوع الجامعه، طب ده ازاي بيضمن لي؟ ده كله موجود في بروتوكول اسمه الواي فاي بروتوكول او مشهور ب 802.11. الحقيقه الانترنت مليئه بالبروتوكولز. البروتوكولز دي عباره عن مجموعه من الرولز اللي بيحطها حاجه بنسميها التاسك فورسز. النهارده لما بيبقى فيه ابلكيشن جديد او حاجه جديده عايزين نضيفها على الانترنت لازم نبقى متفقين عليها. ما انا ما ينفعش انا اروح اخترع حاجه على الانترنت واعملها مع نفسي، لازم في الاخر العالم كله يتفق معايا على البروتوكول دوت عشان كلنا نبقى ايه، نبقى متفقين مع بعض. فدايما الحاجه بتوصل ان هي تبقى بروتوكول وستاندرد عن طريق حاجه اسمها التاسك فورسز او الانترنت انجينيرنج تاسك فورسز. دي غالبا بتبقى تجمعات ما بين الشركات الصناعية الكبرى، الحكومات، الأجهزة التنظيم زي الـ NTRA عندنا في مصر وأجهزة تنظيم مرفق الاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات ودي من المنظمات الدولية، الجامعات والمهندسين الـ researchers اللي فيها، وبيعملوا حاجة اسمها الـ task forces. دي غالباً بتقعد فترة تدرس وتطلع مقترحات البروتوكولز، والبروتوكولز دي بتطلع في حاجة اسمها request for comments أو RFC زي ما هنشوف بعد كده. الحاجات دي بتبقى standards ومنشورة وكل الناس بعد كده بتمشي عليها. يبقى احنا بقى بنتكلم في حاجة مهمة جدا جدا بقى. احنا بنتكلم على الانترنت ان هي complex network، بس مع ذلك بتسمح بالcommunication ما بين ملايين او مليارات الديفايسز بشكل very يعني سيملس، وانا ما بحسش بكل الكلام. انا النهارده فتحت الزوم وعمال اشوف المحاضره وبسمع المحاضر وبسال وبانتر اكت، والحاجه عندي وهتتسجل وهنرفعها بعد كده على اليوتيوب وهنلاقيها على الال ام اس وحاجات كده عظيمه. ده بيتم ازاي؟ بيتم لان الانترنت الحقيقه او النتورك ان جنرال از ا فيري ويل انجينيرد برودكت. قبل ما ناخد بريك كده عايز اقول لكم حاجه من الحاجات الجميله في النتورك. انا دايما بقول ان النتورك هي اخر المنتجات الهندسيه التي جادت بها العقليه الانسانيه. البشر من ساعه ما ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا ادم وانزله الى الارض واتخذه خليفه عشان يعمر الارض، بدا البشريه توصل لمكتشفات او منتجات عظيمه. في فترة مثلا لما بدأت الناس تزرع بعد شوية قالت احنا محتاجين المية تيجي لحد الأرض، الحقول اللي عايزين نزرعها، فبدأ البشر يخترعوا الترع والري وأنظمة الري، وبعد كده اخترعوا السدود والقناطر وما إلى ذلك، اخترعوا البنى وبدأوا يبنوا بيوت وما إلى ذلك، اخترعوا الطرق، اخترعوا المكن الماشينز، اخترعوا العربيات، الطيارات، الأسلحة،
كمبيوترز whatever. اخر منتج هندسي بشري هو النتورك. يعني النتورك دي اخر حاجه طلعت بقالهاش 40 سنه او داخلين على 50 سنه دلوقتي. فده منتج بشري جادت به العقليه البشريه بفضل الله سبحانه وتعالى في ال 50 سنه الاخيره. الحقيقه بما انه احدث المنتجات الهندسيه ما فيش حاجه انا في رايي طلعت بعديها، يعني ما فيش حاجه جديده طلعت في الدنيا كمنشأ هندسي ما كانش موجود قبل كده بعد النتورك. الحقيقه الميزه ان تم ممارسه فيها افضل الممارسات الهندسيه، الناس كانت اتعلمت حاجات كتير قوي. فالنتورك is a very well designed very well implemented engineering product. فيه يعني حاجه كده حلوه قوي، يعني مش حاجه مجرد حاجه بسيطه، لا لا لا، it's a very well engineered product. هنتعلم منها كتير قوي. يعني من الحاجات المهمه ان احنا واحنا بنتعلم النتورك نتعلم هي اتبنت ازاي، الناس فكرت تعمل ده ازاي، لان ده نتعلم منه، ده كانه بيست براكتس، ده بيست براكتس. احنا كده كاننا بنشوف احسن حاجه ممكنه كموديل لو حبينا نعمل حاجه بعد كده نعمله زيها. طيب يبقى احنا دلوقتي بنكمل المحاضره بتاعتنا. احنا كده عرفنا ايه هي الانترنت، وعرفنا بعض الحاجات، بعض الترمز الجديده اللي احنا سمعناها، زي مثلا كلمه بروتوكول، وزي يعني ايه انترنت ستاندرد. هي في بعض الفيوز الثانيه، زي ما قلنا ان الانترنت از ان انفراستراكشر ببروفايد سيرفيسز لابلكيشنز زي الويب والفويس اوفر اي بي والايميلز والجيمز والاي كوميرس والسوشيال نتوركس وما الى ذلك. ودي طبعا الفيو العادي اللي كل الناس العاديين المستخدمين العاديين بيشوفوه، يعني شايفين ايه غير هذا يعني. تمام، فده مثلا الفيو بتاع اليوزرز. طيب الديفلوبرز بقى زي حضراتكم كده، لو نيجي اكتب بروجرامز، انا بالنسبه لي الانترنت از ا بروجرامينج انترفيس، مش كده؟ يعني هي مجموعه من الاي بي ايز. يعني انا النهارده لو انا بكتب سوفت وير، انا ما يهمنيش كل اللي انا قلته من شويه ده، الكميه المهوله بتاعه التفاصيل بتاعه النتوركس والسويتشز والراوترز والاي اس بي، لا لا لا، انا في الاخر يهمني انا عندي جهاز متصل بالانترنت، وانا بخش اكتب الكود بتاعي بستخدم مجموعه من الاي بي ايز. تمام، هو انا لو بكتب بروجرام ببروجرامينج لانجويج مثلا زي سي او سي بلس بلس، وعايز استخدم الفانكشنز بتاعه التراجونومتري مثلا او الحاجات بتاعه الماثيماتكس، بعمل ايه؟ بانكلود اللايبرري بتاعتهم اللي هي ايه، اسمها ايه في سي؟ في السي كان اسمها انكلود تي ماس تقريبا. لا في السي مش عارف، السي بلس بلس سي ماس، وفي السي ماث دوت صح كده. هتلاقوا برضو بالنسبه للديفلوبر النتورك عباره عن ايه، عباره عن لايبرري بيحطها غالبا اسمها سوكت. فهتلاقي برضو هو بيعمل هاش انكلود كده الحاجه اسمها السوكت، وبعدين وانس ان هو معاه اللايبرري دي يقدر يستخدم اوامر، زي ما انا لما بانكلود الماث بستخدم الباور والساين واللوج واللوج 10 والحاجات العظيمه ديت، انا برضو هتلاقوا ان انا لما بانكلود السوكت لايبرري هتلاقوا بستخدم امر زي ايه، زي كونكت ديسكونكت سند ريسيف، حاجات زي كده. فهي ديت الايه اللي احنا بنستخدمها از، او ده فيو تاني للانترنت، ان الانترنت بالنسبه للبروجرامر هو عباره عن ايه، عباره عن لايبرري وشويه اوامر. فبص بقى كل واحد بيشوف الانترنت من وجهه نظره، شوف النتورك من وجهه نظره، هل انا راجل بتاع نتوركس، هل انا راجل بتاع هاردوير، هل انا راجل بتاع اوبريتنج سيستم، هل انا راجل بتاع بزنس، هل انا ديفلوبر، هل انا يوزر عادي. والحقيقه ده من الحاجات اللي بتخلي برضو الانترنت فيري كومبلكس، لان الحقيقه الانترنت عشان تشتغل انت اشتغل عشان يصنع لك او يوصل لك الخدمه دي كميه لا حصر لها من المتخصصين، ناس كتير قوي، ناس كان بتوع هاردوير وناس بتوع كوميونيكيشن وناس بتوع انستليشن وناس بتوع كابلات وناس بتوع سنترالات وناس بتوع بيزنس وديفلوبرز وناس بيكتبوا اوبريتنج سيستمز وناس بيكتبوا جيمز، يعني حاجات كتير قوي قوي عشان في الاخر انت تفتح الجيم بالليل. هو اللي ماشي دلوقتي، انا كنت سمعت ان ببجي ما بقتش هي الترند، ما في حاجه اسمها كول اوف ديوتي، الكلام ده صح ولا ايه؟ هي دي بقت الترند مش كده؟ يعني بيكومبيتوا مع بعض، دول اللي بتسهروا عليها طول الليل مش كده ولا ايه؟ ولا بطلتوا تسهروا؟ anyhow
مهم يعني فحاجه زي كده هي يعني انت في الاخر بتقعد تلعب لعبه، لكن اللعبه دي عشان انت تقدر تلعب عليها وتشوف الاوبوننتس بتوعك اللي حواليك في العالم بيلعبوا معاك، في على الاقل 10 15 الف بني ادم مهندسين وديفلوبرز وفنيين اشتغلوا عشان حضرتك تعرف تقعد في السرير بتاعك بالليل وتقعد تلعب طول الليل وصوتك يعلى وابوك يجي يزعق لك انت اللي مش من ايامك يا مش مهم بقى. ماشي احنا قلنا الانترنت عشان هي كومبلكس جدا وهيتروجينيس جدا، هيتروجينيس يعني متعدده الاشكال والالوان والديفايسز والابلكيشنز مش زي بعض، محتاجه حاجه تحكمها. قلنا اللي بيحكم الكوميونيكيشن على الانترنت او التبادل المسجز حاجه اسمها ايه؟ قلنا اسمها يا جماعه بروتوكول. ايه البروتوكول؟ البروتوكول ده عبارة عن ايه؟ وكلمة بروتوكول يعني احنا اول مرة نسمع كلمة بروتوكول ولا سمعناها قبل كده؟ لا دي اول مرة يعني اول مرة كتكنيكال، لكن حد سمع الكلمة دي قبل كده كلمة بروتوكول بشكل عام؟ انا يعني إيه لما كان بيقول كلمة بروتوكول كان ايه اللي بيجي للذهن؟ البروتوكول دوت يعني الطريقة اللي احنا متفقين عليها ان احنا نشتغل بيها، سواء بقى يعني في النتورك سواء في الدبلوم يعني في اي حاجة في الدبلوماسية في الدبلوماسية هو فعلا كلمة بروتوكول منشأها دبلوماسي. كلمة بروتوكول اول ما ظهرت في السلك الدبلوماسي، لان الدول لما بتكلم بعض في رولز يعني انت مش متخيل مثلا لو رئيس دولة عايز يكلم رئيس دولة بيرفع سماعة التلفون ويكلمه، يعني طبعا لو صحاب او اصدقاء او حلفاء بيعملوا كده، لكن الطبيعي مش كده، ده لازم يبقى في حاجه اسمها سفير، والسفير ده بيبقى وزير مفوض والسفير ده لازم بيروح الاول يقدم حاجه اسمها اوراق اعتماده، وقصه طويله وليها رولز وليها بروتوكولز. هي كلمه بروتوكول معناها رولز اوف كوميونيكيشن. كلمه بروتوكول حبينا نعرف يعني ايه بروتوكول، تعريف كده رولز اوف كوميونيكيشن او رولز اوف انتر اكشن. لو نعممها شوية، هي مجموعة من القواعد اللي لو في طرفين عايزين يتعاملوا مع بعض بيمشوا عليها عشان ما تحصلش أخطاء، عشان يفهموا بعض صح، عشان يوصلوا المسج الصح، عشان يبقى كل واحد عارف التاني عايز ايه. واحنا بنستخدم البروتوكولز دي طول عمرنا، يعني الهيومن كونفرسيشنز المحادثات البشرية قايمة على بروتوكول مهم جدا اللي هو ايه؟ السؤال والرد. بتسأل واحد الساعة كام، هيقول له الساعة كذا، أنا عندي سؤال. البروتوكولز بتختلف على حسب أنت بتخاطب مين، مش كده؟ يعني حضرتك النهاردة مثلا في محاضرة، غالبا في بروتوكول للمحاضرات إن مش أي حد يقدر يتكلم، مش صح، أنت مش صح إنك تتكلم زميلك، أنت لازم المحاضرة is a coordinated communication session. هي كوميونيكيشن لكن كوردينيتد. كوردينيتد يعني ايه؟ يعني في حد بيكوردينيتد، حد بيتحكم فيها، اللي هو المحاضر الدكتور او الاستاذ اللي بيشرح، لان هو دوت اللي من حقه يوقف الكلام، يسال لو حد عايز يساله بيرفع ايده بيستنى يقول له طب اتفضل، طب انت عايز ايه، انصان، مش كده؟ متفقين على هذا الكلام. فالبروتوكول هي مجموعه من الرولز اوف كوميونيكيشن اللي بتختلف على حسب انت بتكلم مين، امتى، فين. لما تكلم واحد صاحبك في النادي غير ما تكلمه في التليفون وانت قاعد في البيت، غير ما تكلمه في الجامعة، غير ما تكلم والدك، غير ما تكلم أستاذك، غير ما تكلم حد كبير أنصحك. وبالتالي البروتوكولز دي هي بتحدد ايه المسجز to be sent، specific messages sent، ولما المسج دي يحصل لها sending ايه الأكشن المفروض أخدها لما تبقى المسج ريسيفد او تحصل حاجه ثانيه. زي ما قلنا الهيومن بروتوكولز في بروتوكولز كتيره وقواعد كتيره للتعامل بين البشر، والنتورك بروتوكولز برضو، ما هي النتورك بروتوكولز هي مجموعه من الرولز، بس هنا بدل ما بني ادمين بيتكلم بعض بتبقى ماشينز، اجهزه كمبيوتر، راوترز، سويتشز، اكسس بوينت، سوفت ويرز، براوزر مع ويب سيرفر اند سو اون. اي كوميونيكيشن اكتيفيتي على الانترنت لازم يكون governed باي بروتوكولز، لان احنا لو سبناها كده محدش هيعرف يكلم التاني، مش كده؟ لو النهارده احنا جينا في حته كده وخلينا اي حد يتكلم في اي وقت يقول اي حاجه هنبقى واقفين في عشه فراخ، محدش سامع حد. وبالتالي احنا لازم يكون عندنا ما نسميه بالبروتوكولز. البروتوكولز ببساطه
هي عبارة عن مجموعة من الرولز اللي بتديفاين ايه بقى؟ بصوا الفورمات، المسج اللي انا هبعتها دي شكلها ايه؟ فورمات بالنسبة لنا احنا معناه ايه؟ معناه طولها كام بت، متقسمة لكام فيلد، كل فيلد فيه داتا من انهي نوع، الداتا دي انتجر ولا فلوت ولا كاركتر ولا سترينج ولا ايه؟ طب الديليمتر ما بين فيلد وفيلد قد ايه؟ الحد الاقصى لطول كل فيلد قد ايه؟ الحد الاقصى لطول المسج قد ايه؟ احنا بنستخدم انهي نوع من انواع الانكودنج؟ احنا بنستخدم اسكي كود ولا يوني كود مثلا فور كاركتر داتا؟ طب لما بنيجي نبعت ارقام بنبعتها انتجر ولا فلوت؟ طب لو انتجر بنبعتها بيج انديان ولا ليتل انديان؟ حاجات كتير قوي، تفاصيل كتير قوي اسمها الفورمات. يبقى البروتوكول اول حاجه بيحدد الفورمات، ثاني حاجه بيحددها الاوردر. لو انا عايز ابعت كذا مسج ورا بعض، ايه الاوردر بتاعهم؟ ايه الترتيب بتاعهم؟ هل ليهم ترتيب معين؟ يعني لازم الاول ابعت ريكوست والريكوست ده يجي له ريبلاي، طب قبل ما ابعت الريكوست لازم انيجوشيت حاجه معينه، لازم افتح كونكشن اند سو اون. يبقى البروتوكول بيديفاين الفورمات والاوردر اوف مسجز. يبقى اي البروتوكول ده بيبقى مجموعه من الرولز اللي بتحدد الاوردر والفورمات بتاعت المسج، اللي هي ايه؟ اللي هي سنت اند ريسيفد، مش كده؟ لا، يعني المسج دي بيتم تبادلها ما بين الايه؟ ما بين النتورك انتيتيز. كمان البروتوكول بيحدد الاكشن تيكن اون مسج ترانسميشن اور ريسيف، يعني يقول لك لو بعت المسج دي الاكشن اللي تاخده بعديها، طب لو انت استقبلت مسج معينه ايه الاكشن اللي تاخده بعديها. ده ببساطه كلمه البروتوكول. تفتكر البروتوكول ده هيبقى شكله عامل ازاي يا شباب؟ حد يقول لي كده، هو البروتوكول ده بشكله عامل ازاي؟ هيبقى ايه؟ متخيلين يبقى ايه البروتوكول ده؟ هيبقى ليه زي لايرز؟ لا، يعني قلت لك انا عايز اقول لك البروتوكول بتاع الويب، انا عايز ادي لك البروتوكول بتاع الويب، هتجيب لي سلطانيه ولا كيس بلاستيك تاخد فيه البروتوكول يعني، ولا تاخد فيه ايه؟ البروتوكول ده تاخده مني ازاي؟ هيبقى ايه؟ functions مثلا؟ كود او functions؟ لا، البروتوكول ببساطه دوكيمنت بي دي اف فايل شو رولز بيديفاين. يعني انا عايز اقول لك المسج اللي بتبعتها هيبقى طولها، يعني هقول لك ازاي هبقى كاتبه لك، مش كده؟ البروتوكول ببساطه از دوكيمنت، از تكنيكال دوكيمنت، دوكيمنت مكتوبه في فورمات معين بشكل معين عشان يبقى سهل ان الناس التكنيكال المتخصصين يفهموها. طيب خلينا ناخد اكزامبل كده، وخليني اعمل انا هفتح ويب بيج كده سريعا عشان نشوف شكل البروتوكول. بس الجهاز بيفتح عندي. طيب خليني اشير ليكم كده الشاشه بتاعه البراوزر بتاعي. كيف زي ما انتم شايفين انا فاتح، شايفين دلوقتي الشاشه بتاعت براوزر، انا فاتح جوجل. اوكي، طيب وانا عايز تحديدا الستاندرد دوكيمنت، فانا هكتب كده الار اف سي. ار اف سي هتلاقوا في حاجه اسمها ار اف سي 2616 هايبر تكست ترانسفير بروتوكول HTTP 1.1 IETF tools. لو انا عملت كليك على ديت، اوكي هو بيفتح، خلينا نفتح حدا اسرع شويه. دي البروتوكول، this document، okay؟ It's a document. زي ما انتم شايفين هي text document بتعرف مثلا حاجة اسمها الـ Hypertext Transfer Protocol. الـ HTTP ده البروتوكول اللي احنا بنستخدمه اهو، ده الـ HTTP اللي بنستخدمه للويب براوزنج، وده الـ version 1.1 اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. وزي ما انتم شايفين كده ليها table of contents. It's a huge document الحقيقة.
يعني ده بس التيبل اوف كونتنتس بتاعتها زي ما انتم شايفين. It's a huge document. اوكي فمثلا هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا في حاجه اسمها الاتش تي تي بي مسج. ادي الاتش تي تي بي مسج شكلها عامل ازاي. بيقول لك المسج بتبتدي بحاجه اسمها الستارت لاين، وبعدين بنسبريت اللاينز ديت، وبعدين في حاجه اسمها المسج بودي، وبعدين ريكوست لاين، ونبتدي نبص واحده واحده وبنمشي واحده واحده. هنشوف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. اوكي ف ده مثلا بيحدد لك شكل المسج اللي ممكن تبقى موجوده في ال HTTP. طيب الريكوست مسج شكله عامل ازاي؟ تيجي تبعت ريكوست شكله عامل ازاي؟ تبتدي بحاجه اسمها ريكوست لاين، وبعدين حاجه اسمها جنرال هيدر، وبعدين ريكوست هيدر اند سو اون. والريكوست ده بيبقى في حاجه اسمها يو ار اي وان سو اون. ده مثلا اكزامبل على شكل مسج بتطلع. لو انت عايز تخش على ويب سايت معينه، انت بتكتب الويب سايت www مش عارف ايه، وبتدوس انتر. اللي بيطلع من البراوزر بتاعك هي المسج دي، بيكتب كلمه جيت، وبعدين بيكتب اليو ار اي، وبعدين بيكتب حاجه اسمها اتش تي 1.1. انت صحيح انت كتبت فوق هنا يو ار ال معين ودوست انتر، لكن دي المسج اللي طلعت، وده شكل مسج تاني ان سو اون وهكذا. ال HTTP زي ما انتم شايفين is a protocol بندفاين بيه الشكل بتاع المسجز اللي هتروح وتيجي بين two programs زي الويب براوزر اللي انا كنت فاتح جوجل كروم مثلا، والويب سيرفر اللي هو كان بتاع جوجل اللي انا بعمل عليه سيرش. فهمنا يعني ايه بروتوكول يا شباب؟ يبقى البروتوكول عباره عن دوكيمنت بتديفاين مجموعه من الرولز اللي احنا بنقدر نستخدمها عشان نعمل بيها كوميونيكيشن بين الماشينز. زي ما قلنا مثلا هيومن بروتوكول، لو اتنين بيكلموا بعض الاول بيبتدوا مثلا بتحيه، هاي السلام عليكم، وعليكم السلام، سؤال بيجي عليه الرد بتاعه، ده شكل الهيومن بروتوكول. نفس الحكايه لو احنا بنتكلم على نتورك بروتوكول، بيبتدي عن طريق ان في كمبيوتر بيبعت مسج معينه وبيرد عليها. مثلا لو انا بفتح براوزر الاول بعمل حاجه اسمها تي سي بي كونكشن ريكوست، بيجي لي حاجه اسمها تي سي بي كونكشن ريسبونس، وبعدين ببعت حاجه اسمها الجيت ريكوست، وبعدين بيجي لي الفايل اند سو اون. فدي هي البروتوكول. احنا يعني خدنا السكشن الاولاني اللي هو الانترودكشن، احنا كده خدنا جنرال انترودكشن عن هي ايه الانترنت، وعرفنا ترمز كتيره زي هوست وابلكيشن وبروتوكول ومسج وحاجات كتير قوي. حد دلوقتي حد عنده اسئله؟ ها يا شباب. في حد عنده اي اسئله؟ لا تمام. تمام طيب. احنا قبل ما اخش في بقيه التفاصيل احنا محتاجين نعرف بعض الهيستوري كده عن الانترنت عشان برضو نعرف الحاجة اللي احنا بنتكلم عليها دي نشأت امتى وتاريخها. هي اول ناس بدأت تتكلم على النتورك والانترنت كان في الستينات، احنا بنتكلم من حوالي 60 سنة. فاول ناس بدأت تتكلم على يعني ايه نتوركس، النتوركس بدأت من سنة 61 تقريبا. احنا عارفين الكمبيوترز بشكلها اللي احنا عارفينه ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الكمبيوتر اللي بنوه الامريكان عشان يعملوا حسابات القنبله الذريه اللي كان اسمه انياك، اللي كان بعد كده سابوه في بيركلي، والكمبيوترز اللي عملوا الان تورينج وزمايله في انجلترا عشان يكسروا الشفره بتاعه الانيجما بتاعه الالمان. الاثنين دول مع بعض كانوا من اوائل الكمبيوترز اللي كانت في الحرب العالميه الثانيه. وبعد الحرب ما خلصت الكمبيوترز بدا يظهر ليها استخدامات تجاريه، يعني من سنه 45 بدات الناس تفكر في الكمبيوترز. ال 15 سنه الاولانيين من تاريخ الكمبيوتر شركات زي اي بي ام وجنرال الكتريك وشركات اخرى بدات تعمل اجهزه كمبيوتر. جهاز الكمبيوتر كان بيبقى جهاز واحد كده موجود، جهاز كبير جدا غالي جدا، بيبقى يحصل له انستليشن في مكان ما والناس بتبتدي تشتغل عليه. لكن في الستينات بدات الناس تلاقي ان في احتياج ان احنا نوصل كمبيوترز ببعضها. من اوائل الناس اللي اشتغلت على الكلام ده كان حد اسمه كلاين راك سنه 1961. والراجل ده طلع كونسبت مهم جدا، قال لك احنا عشان نقدر نبني نتورك افيشنت احنا هنستخدم نظريه اسمها الكيوينج ثيوري، وبدا يحط الكونسبت اللي هنعرفه اللي بعد كده اللي اسمه الباكيت سويتشنج. ده من اوائل الناس اللي بداوا يقولوا احنا عشان نبني نتورك
ونقدر ننقل الداتا من كمبيوتر لكمبيوتر بديفرنت فورمات بديفرنت سايز، بدا يفكر في فكره الباكت سويتشنج، وهنعرف ايه الباكت سويتشنج ده ان شاء الله. الكونسبت اللي حطه كلاين روك ده اول واحد نفذه وعمل سويتش بجد، يعني بدا يعمل سويتش يعمل باكت سويتشنج، كان واحد اسمه باران، وبدا يعمل اول باكت سويتشنج في الشبكات العسكريه جوه الجيش الامريكي. بعديها بثلاث سنين الادفانسد ريسيرش بروجكت ايجنسي اربا او اللي هي وكاله البحوث المتطوره، ودي برضو حاجه من جوه الجيش الامريكاني، عملوا مشروع اسمه الاربا نت. الاربا نت نتورك ديت دي كان مشروع اتعمل في الجيش الامريكاني عشان يبتدوا يبنوا شبكات بين الوحدات، شبكات بيانات ما بين اجهزه الكمبيوتر اللي موجوده في الجيش. سنه 69 كان اول اربا نت نود شغاله. الاربا نت مش مجرد انه يبني شبكه جوه مكان، لكن يقدر يربط شبكتين ببعض. فكره الانترنت وركينج ظهرت مع الاربا نت. سنه 1972 كانت الاربا نت ديت بدات يبقى عليها 15 ديفرنت نود، 15 وحده مختلفه على مستوى الولايات المتحده الامريكيه كونكتد ببعض وبيكوميونيكيتوا مع بعض، وكان اول بروتوكول لنقل الداتا ما بين النتوركس وبعضها ظهر، كان اسمه ال NCP Network Control Protocol، وده كان بيبقى عباره عن بارت من الاوبريتنج سيستم بتاع الكمبيوتر اللي محتاج يوصل بيه النتورك. اول برنامج او النتورك ابلكيشن اتعمل كان برنامج لسند اند ريسيف ايميلز، وزي ما قلنا في الوقت ده كان فيه 15 نود، وكانت الاربع نتورك زي ما انتم شايفين عباره عن مجموعه نتوركس كده واصله ببعضها عشان تقدر تنقل الداتا من كمبيوتر لكمبيوتر تاني. وده يعتبر الايه ال 10 سنين الاولانيين في حياه النتورك، كانت بدايه يعني الفكر بتاع النتورك زي ما انتم شايفين كان بشكل اساسي موجود في البحوث العسكريه، يعني كان الهدف بتاعه كان عباره عن